Education infrastructure is one of five major components of the Qudra Programme. Qudra is a regional programme supported by the German government and the European Union Mother Trust Fund. جيت من سوريا بال 2012 كان مخيم الأزرق سوري طبعا عملي كله مع الأطفال رسم على الكرفانات بالمخيم مميز في برنامج قدرة إنه الرسامين والطلاب من جنسيات مختلفة هدفنا واحد لتجميل وتحسين البيئة التعليمية في الأردن إحنا مجموعة من الرسامين المحليين تواصلوا معنا برنامج قدرة علشان نتدرب مع Artolution على كيفية إشراك الطلاب برسم لوحات جدارية مجتمعية ضخمة على طول سور المدرسة وهاي الرسمات بتكون مقترحة من الطلاب وبتعبر عن واقعهم الاجتماعي وهاي رح تكون بداية لتنمية مهاراتهم ونشر ثقافة الرسم إنها مش بس تكون لوحات بمعارض بس ممكن تكون بكل مكان كان سور المدرسة مقشر ومكسر وصوره كتير 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 قديمة بس هلأ صار أحلى لما رسمنا عليه ولوناه ونحن عم نرسم كوننا صداقة جديدة فمثل ما شايفين صور سور المدرسة تبعنا كتير كتير حلو ومدرستنا صارت أحلى نحن تعلمنا كيف نعمل إعادة تدوير الأشياء اللي نحن كبناها مثل المراوح سلاتل الزبالة الخشب نعمل منها أشياء ونلونها نحن حنعمل منحوتة نطلع منها أصوات موسيقية بسبب وجود الطلاب السوريين عملنا في التعليم على شفتين شفت في الصباح وشفت في المساء وكل ذلك يركز على التعليم الأكاديمي فقط لكن مشروع مثل مشروع قدرة مشروع ركز على النشاطات اللامنهجية الذي يعكس أجواء من الحماس بين الطلاب من مختلف الأعمار والجنسيات الذي يؤدي إلى رفع مستواهم التعليمي خلال هاي المسرحية احنا عم نستعرض وحدة من أهم المشاكل اللي عم بيواجهوها الأطفال في المجتمع وهي التنمر نعلمهم ونوعيهم شو هي مساوئ هاي الظاهرة وكيف بيقدروا يواجهوها وهدول الطلاب هم رح ينشروا الوعي في مجتمعاتهم ليعرفوا كيف يواجهوا هاي الظاهرة At the end of this project, we will have rehabilitated 26 public schools in Jordan, including sanitary and sports facilities. In cooperation with local artists, as the Visiting Artist Program, we will continue art activities at other public schools to have more children benefit from such activities.